عباقرة الأصحاب ومباراة قوية وجميلة جدا في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. الجوكر 70 والأحلام 50. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. فريق الأحلام اختار محمد مسعود، وفريق الجوكر اختار حذيفة الخولي. تفضلوا. طبعا انتوا عارفين ان انا عندي 10 اسئلة في 45 ثانية. المرة اللي فاتت مين اللي نزل في تحت الضغط؟ محمود. وانت حذيفة مين اللي نزل؟ الدكتور ابو ضيف. تمام. المرة دي حذيفة محمد مسعود. مين اللي هبتدي الاول؟ محمد مسعود. حذيفة هتروح مع سمر علشان تسمع موسيقى وتهدي اعصابك وترجع لنا ريلاكس. بالظبط كده. محمد مسعود اتفضل مكاني. طبعا انت فاهم يا محمد، عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. السؤال اللي مش هتعرف تجاوبه هتقول ايه؟ بص. تمام. لو فضلت ساكت انا كمان هفضل ساكت. جاهز؟ ان شاء الله. تحت الضغط كاونتر. ما هو النظام الحكمي في دولة كولومبيا؟ جمهوري. صح. ما هي جنسية الفنانة أسمهان؟ لبنانية. غلط. من هو الأديب المصري صاحب سلسلة روايات حرب الجواسيس؟ أحمد جندي. غلط. ما هي العملة الرسمية الحالية لدولة مالطا؟ ليرة. غلط. من هو الفنان اللبناني صاحب أغنية مشيت خلاص؟ وجسار. صح. ما هي الدولة الأوروبية التي استقلت عنها موريتانيا عام 1960؟ أسبانيا. غلط. ما هو الهرمون الذي يفرز ويزيد من معدل ضربات القلب عند شعور بالخوف؟ الأدرينالين. صح. من هو اللاعب؟ تمام. تعال مكاني. كم إجابة صحيحة يا محمد؟ 3 أو 4. 3 إجابات صحيحة. الحقيقة كانت المشكلة إن في وقت الإجابة مش عندك بس أنت بتسكت. سمر حذيفة واقف بيحاول يعرف هو جاوب على كم، بس بيحاول يعرف كم إجابة صحيحة، مش قادر يستنى. هو حذيفة كده سخن كده ومستعجل وحافظ أنا من الموسم الأولاني. تعالى يا حذيفة مكاني، تعالى يا حذيفة قاعد. هو جاوب كام جواب؟ يا سلام على الروح الرياضية. ولا أنت بتشكره عشان 3 أسئلة بس ولا إيه بالظبط؟ بشكره روح رياضية برضه. الاتنين مع بعض. طيب أنت عرفت خلاص، محمد مسعود جاوب على 3 إجابات صحيحة ب 15 نقطة. لو أنت جاوبت على 4 أو أكتر هتاخد 10 نقط هدية. لو 3 تعادلت 2 هو ياخد 10. محمد مسعود هياخد منك 10 نقط هدية. عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. السؤال مش هتعرف تجاوبه هتقول بص. اتفقنا. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة كولومبيا؟ جمهوري. صح. ما هي جنسية الفنانة أسمهان؟ سورية. صح. من هو الأديب المصري صاحب سلسلة روايات حرب الجواسيس؟ نبيل فاروق. صح. ما هي العملة الرسمية الحالية لدولة مالطا؟ فاليتا. غلط. من هو الفنان اللبناني صاحب أغنية مشيت خلاص؟ وجسار. صح. ما هي الدولة الأوروبية التي استقلت عنها موريتانيا عام 1960؟ فرنسا. صح. ما هو الهرمون الذي يفرز ويزيد؟ باص. من هو اللاعب المصري الملقب بالثعلب الصغير؟ حازم إمام. صح. من هو مخرج مسلسل الضوء الشارد؟ مجدي عميرة. غلط. في أي دولة أوروبية تقع مدينة مارسيليا؟ فرنسا. صح. حذيفة كم إجابة صح؟ 7. 7 إجابات صحيحة. الحقيقة السؤال من هو مخرج مسلسل الضوء الشارد انت اتلخبطت. الأول قلت خيري وبعدين مجدي عميرة، هو طبعا المخرج الكبير مجدي أبو عميرة. مش حاضر احسبها لك صح. زي برضه الموسم اللي قبل كده برضه بتاع جيرمي وبوريمي. بالظبط. بتفرق. انا معود. بس 7 إجابات صحيحه وده حاجه، ده سكور كبير جدا. 7 إجابات صحيحه ب 35 نقطه وزائد 10 نقط دي من محمد مسعود 45 نقطه. كلنا نحيي حذيفه ومحمد مسعود. اتفضلوا. النتيجه
اتغيرت 115 الجوكر 65 الأحلام. الأسئلة اللي ما جاوبتش: ما هي العملة الرسمية الحالية لدولة مالطا؟ محمد إيه؟ اليورو. وسؤال رقم 9: من هو مخرج مسلسل الضوء الشارد؟ مجدي أبو عميرة. مجدي أبو عميرة المخرج القدير. محمد مسعود، طبعا أنا عارف أن تحت الضغط بالنسبة لك تجربة جديدة، حذيفة حضر معانا حلقات قبل كده، عنده خبرة، فكان قادر يبقى هادي في تعامله مع الموقف، بس ده ما يمنعش أن أنت الحقيقة راجل مثقف جدا جدا جدا. بشكرك يا محمد. أحسنت. النتيجة باتت، بس أنا في رأيي المباراة لسه في الملعب. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء، أربع أسئلة ب25 نقطة لفريق واحد بس. وأول اتنين معايا نورة السيد وحذيفة الخولي، تفضلوا. نورة وحذيفة، حذيفة ونورة، وهنشوف السؤال الأول والهدف الأول لمين. نورة، موقف صعب جدا. أنا في رأيي لو الجوكر خدوا الخمسة وعشرين نقطة دول ما تهرب بالضبط كده. جاهزة؟ إن شاء الله. مستريح شوية؟ مش قوي برضو. مش قوي. طبعا غدارة طبعًا. غدارة بالضبط كده. السؤال الأول: معلومات عامة، دولة من دول أمريكا الجنوبية يعني اسمها فينيسيا الصغيرة، فما هي؟ فينيسيا الصغيرة. كولومبيا. كولومبيا إجابة خاطئة. نورة، في إجابة تدوس على البازر، تفضل. تشيلي إجابة خاطئة. فنزويلا. محمد مسعود قال فنزويلا. الإجابة الصحيحة كنت أقول فنزويلا. والله كنت هتقول فنزويلا، إيه تقولت، كنت هتاخد هدف. تفضلوا، الإجابة الصحيحة فنزويلا. دلوقتي السؤال الثاني، محمد مسعود وأسماء، تفضلي أسماء. السؤال الثاني والهدف الأول لفريق مين؟ هدف لأي فريق هيفرق جامد جدا. عايزين ورقة وقلم؟ مش محتاجين ورقة وقلم. السؤال الثاني: علوم، ما هي الأشعة التي اكتشفها العالم فيلهلم رونتجن؟ أشعة اكس، اكس راي. أشعة اكس الهدف الأول. هارداك يا محمد، هدف بلا مقابل. محمود وياسمين، ياسمين ومحمود، هارد لك يا محمد. أسماء خطفت البازر، الإجابة كانت عندك أنا عارف، هي سرعة. تمام محمود، ما عندكش فرصة غير أنك تتعادل. لو ياسمين رجعت بإجابة سؤال التاني 25. سؤال الثالث: من هو الأديب المصري صاحب ديوان سيدة الماء؟ أديب مصري راحل وعظيم. لغتنا الجميلة، يوسف السباعي. يوسف السباعي إجابة خاطئة. تفضل. فاروق شوشة. لغتنا الجميلة الهدف الأول. هدف مقابل هدف، برافو عليك يا محمود. لغتنا الجميلة ياسمين الراحل فاروق شوشة. محمد وآيات، آيات ومحمد، ومش محتاجين ورقة وقلم. السؤال اللي جاي بخمسة وعشرين نقطة، 65 تبقى كام؟ 90 ومية وخمستاشر 140. السؤال الرابع: جغرافيا،
قناة الدانوب هي قناة صناعية في رومانيا تربط بين نهر الدانوب وأحد البحار، فما هو؟ إجابتك البحر الأسود؟ البحر الأسود؟ الهدف الثاني. البحر الأسود الهدف الثاني. برافو عليك يا آيات، 25 نقطة لفريق الأحلام، وبكده النتيجة 90 الأحلام 115 الجوكر. مباراة قوية جدا وجميلة جدا. ضربات الجزاء فكرة صعبة والتوتر فيها كان جامد جدا. ماتش صعب مش سهل خالص. ضربات الجزاء لما خسرناها بسيناريو ماراثوني حطت علينا ضغط. أول ما وقفت قدام البازل حسيت الإجابة راحت من بالي. الجوكر فرصته أقوى، ولكن فريق الأحلام مش هيستسلم. لازم أجاوب على السؤال بحيث إن أنا نكمل الماتش وما نغلبش. هنشوف عجلة الحظ هتودينا فين. دخلنا عجلة الحظ وإحنا خايفين. الجوكر ولا الأحلام؟ خلينا نروح نشوف. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 85 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 127500 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 307500 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.